معلقه ونص ديال مسحوق الحمص، معلقه ديال المسحوق ديال الحلبه، احنا درنا بودره مسحوق حطيناه غنخلطوه باش. قال غندوزو دابا نخرجوا للسوق، السوق عامر بالفواكه. مثال بسيط، هضرنا التعيينه باش نتفاداو، هذه بشره حساسه، هذه بشره جاف، ميه دماء، هذه عاديه. حتى ناخذوا الحاجه اللي ما غضرش. خدينا واحد الليمونه، راه كاين الليمون دابا، كاين المندرين، كاين الحامض، كاين كل شيء، دونك لي زاغروم موجودين. خدينا ليمونه عصرناها لحنا في ميكسور، زدنا عليها واحد الفريزه بيسكو لا بيريود لا فريز دابا كاينه، بشره حساسه، زيدوا واحد شويه ديال لافوكا. الوغ درنا مثال بسيط، قلنا عصير ليمونه فريزه شويه ديال لافوكا، بيض ديال البيض مطرب على شكل ثلج سو فورم دو نيج، معلقه صغيره ديال العسل الحر، خلطنا هادشي كله مع المسحوق سو فورم دو كريم على طريق كريمه، غسلنا وجهنا، مسحناه، درنا الماسك، والله اختي تا ممتاز، فعال، رائع. ها الاولاني عندكم الكلف، البشره العاديه ما تنشفش دغيا، هذه تجربه شخصيه اللي كيبقى كيتلف. اذا انتي برزتكم العسل بلاش، حيدوا العسل، بغيتوا مثال بسيط، عندكم شي حاجه ما تنساوش، راه عصير دخيزو ممتاز، ما يبيض ما يزين ما والو، ولكن يتصحح البشره، ما تنساوهاش. عصير الخس راه رائع، عصير الخيار راه رائع، عطى الله. اش قلنا؟ قلنا المعدنوس فعال وممتاز وضد الكلف وضد النمش وفيه العشب. قلنا شحال من الخطره، مطيشه رائعه تتنشف، ما تتبغيش تنشف لنا، ولكن في التجميل راه رائعه. وهذه تكون هي السوائل باش نخلطوا هاد. انا نعطيك غير لاش نمشي كاع، لاش الناس يبرصوا العيال تيبرصوا راسهم. الا لا خذي لنا غير جغيمه الحليب ديرها لنا في جبانيه، عصري ليمونه، خودي فريزه، لوحي كل شيء في ميكسور وركي عليه غيطحن كل شيء. وتصفي هادشي نزيدو على مسحوق ديال الحمص وديال الحلبه على شكل كريمه، غسلت وجهي ودرتها. وديروها ثلاثه الخطرات السيمانه وتشوفوا النتيجه يعني فعاله وممتازه. وعصير ليمون. والله اختي شوفي راه باز لكم نتوما العيالات. راه وصفات ساهلين وفعالين وممتازين والنتيجه بالزربه. هذه نقيدها هكذا باش قلتي عصير. فازي اختي. عصير حمض ولا ليمون؟ ديري ليمونه احسن ليمون. انا عيني ميزاني البشره ديالك مقابله معايا. عصير ليمون. عصير ليمونه فريزه. فريزه. معلقه كبيره ديال الحليب. ثلاثه الوراق ديال الخس. بياض بيضه مطرب على شكل ثلج. معلقه كبيره حتى المعلقه ونص. المسحوق ديال الحمص والحلبه. طربنا كل شيء. والريحة ما تبقاش على ضمانتك. الريحة ديري على لا جوج فريزات، احنا خدينا الريحة ديال الفريز. عطي الريحة ديال الحلبة. ما بغيتيش، عطى الله، ديري نقطة، ديري جوج نقطات ديال الروح ديال الخزامة. خزامة أو الروح ديالها تطفي في البلاصة الحساسية، الحكة به فيه، عندكم شي حاجة تتحكوها في ذاتكم عليكم في البلاصة، نعطي مثال بسيط، دابا نرجعوا الحكة ياك. بريوريتي. صافي سالينا مع القناع؟ لا رجعوا لي حاجه جبده حيت الناس يعانيوا من الحكه وكل شيء. اش قلنا؟ قلنا الخرطال، خزامه، والنخاله القمح، غنطبخوهم مزيان، نزيدوا عليهم واحد اربعه ولا خمسه نقاط ديال الروح خزامه، وحنا عندنا دواء فعال ممتاز. عندنا شي وحده بزاف د العيالات تيديروا دي بروبليم، مثال بسيط، فلان الفلانيه كانت عندي البارح مشات الحكه الحمام، حكات وجهها بالخرقه، جايباه طايب حمر مسكينه، طايبه دايره لا بيافين، دايره كلشي. هاد السيده مثال بسيط، اش غتخسر؟ واحد نص حفنه ديال النخاله القمح، واحد نص حفنه ديال الخزامه، واحد نص حفنه ديال الخرطال، مسحوق الخرطال، تبختهم على شكل مركز، تبقى لي غير نص كاس، نص كاس راه مشيط هذا، نحك واحد الخزوه نزيدها العصير ديالو تما، وشديت هذا ودرتو لوجهي صباح عشيه ليل، هو طفى لي هذه الحساسيه، حيد علي هادشي كله. عندنا بشره حساسه اكثر من اللازم، نفس الماء ياك اللي درنا دابا اللي هضرنا عليه، نزيدوا في الوصفه ديالي اللي شنا هي اللي قلنا فيها الحمص، فيها العصير ديال الليمون، فيها فريزه، فيها بياض البيض مطرب على شكل ثلج، والمساحيق. احنا كونا وصفه فعاله ضد البشره حساسه. اش زدنا باش هرسنا الوصفه الاولانيه ديال البشره عاديه والبشره تاع حساسه، حيت كاينه اون بو سونسيبل اون بو ايبر سونسيبل اللي درتي ليها هذاك
راه شحال من الوحده عندها البشره حساسه، مكسرت مع حساسه غير راضي علاجها غير باسها فما تيخلي لها طبيعي ياك والحساسيه، باش غطفي مسكينه هاد السيده الحساسيه غالبا اللي عندهم لي بو بلونش ايبر بلونش هذاك كولور دو لي مركز ديال النخاله وديال ديال الخرطال وديال ديال الخزامه. صالحه هاد الوصفه حتى السيدات اللي كيحمروا لهم الوجه بزاف هاد الوقيته ديال البرد. الحمايه خاصه اللي في الثلج. الور الزيوت فعالين ممتازين، زيت الخروع رائع، وباش تكون الترطيبه اوتوماتيك اش غتخسروا؟ ديروا 50% زيت الخروع 50% ديال لاكليسيرين، راه قلنا لاكليسيرين مرطبه به فيه به فيه سور لو شون هذاك فعاله، اللي بغى يرطب رجليه ولا يديه ولا اي بشره او عنده تشققات هذاك الشيء كامل شي بس ما كاين، خذوا 50% ديال الجليسيرين 50% زيت الخروع، ما حساك اختي سميه لا خدينا واحد شويه ديال الشمعه ما حساك لك لا سير دابي جبح ديال النحل وزدنا شويه ديال الشمع فيه وذوبناه غير غيبرد غيرجع كريمه في حد ذاته بوحدها لا جليسيرين لا شدينا وخوينا على الزيت ديال الخروع وطربنا يطلع كريمة وما تطيحش. الور هذيك لا كريم دار التشققات ديال فين ما بغى يكون نوعه راه فعاله وممتازه وسهله.